الصواريخ ككل اكتشاف علمي يمكن أن تكون وسيلة لاكتشافات أخرى لتطوير ذهن الإنسان، ويمكن أن تكون للقضاء على الإنسان. الناسا هيوستن تكساس، من هنا تنطلق أحدث الصواريخ، ومن هنا انطلق عمل العالم المصري عصام حجي. بدأ اهتمامي بعلم الهلك لما كان عمري 12 سنة. أنا تولدت في ليبيا وعشت في تونس ورحنا مصر وسافرنا أكثر مكان في الوطن العربي، فكان دايما الشيء الوحيد ما تغيرش هو كانت السماء. الليل والسماء والنجوم وقمر. وابن القاهرة والنيل والأهرام عرف كيف يوظف الذكاء المصري الفطري لينال دكتوراه من جامعة باريس 6 في علم الفلك والفيزياء الفلكي، وينتقل بعدها إلى الولايات المتحدة ويبدأ أبحاثه في اكتشاف الكواكب والأقمار. الأبحاث اللي بشتغل فيها بتختص باكتشاف المياه على المريخ وكواكب المجموعة الشمسية بشكل عام، في المحاولة للتعرف على التطور الأماكن اللي في حياة موجودة فيها في المجموعة الشمسية. أهم حاجة فيه إن هو بيحاول يربط الحاجات اللي إحنا عارفينها عن بلادنا بحاجات إحنا عايزين نعرفها عن كواكب المجموعة الشمسية الأخرى، والربطة الحقيقية هي ما بين تضاريس المريخ وتضاريس الصحراء الغربية في مصر، لأن الصحراء الغربية في مصر وكوكب المريخ بأكملها مروا بنفس الظروف الجيولوجية والبيئية. حاجة غريبة جدا. مصر الحقيقة دايما موجودة في شغل. أنا طبعا إحنا في كل يوم بنطور فيه تقنيات لاكتشاف المياه على المريخ وعلى القمر وفي كواكب أخرى، والواحد طبعا يتمنى إنه التقنيات دي في يوم من الأيام تتجرب في كوكب الأرض لاكتشاف المياه في المناطق الصحراوية، خاصة إنها أمس المناطق احتياجا لهذه التقنيات وآخر المناطق استثمارا في هذه التقنيات. العلم ليس له وطن إطلاقا. العالم اللي في الصين زي اللي في القاهرة زي اللي في جدة زي اللي في هيوستن، إحنا كلنا بني آدمين. كل الفرق الوحيد إن في مجموعة من الناس تدار إدارة كويسة ويسمح لهم بالإبداع وينمو فكرهم ويعملوا حاجة كويسة. دول العلماء اللي في الدول المتقدمة. أهم حاجة ادتها لي أمريكا هي الفرصة والعدل. العدل طبعا ان انا ما تعينتش هنا بواسطه، ولم يكن يعني انسان مجهول ان هو يتعين في جزء كبير من الابحاث اللي انا بشتغل فيها، وان هي بتعتبرها امريكا من اهم الابحاث لاكتشاف المياه على المريخ. هناك مثل امريكي يقول ان لا احد يضاهي برين سيرجن وروكت ساينتست، اي جراح الدماغ وعالم الصواريخ والفلك. والسؤال هو أي منافسة أو مضاهات يعيشها اليوم دكتور عصام حجي؟ على المستوى المهني يتمتع عصام بقدرات تنافسية لا يتغاضى عنها. لديه قدرة هائلة على نقل المادة العلمية وخصوصا المعلومة العلمية المهمة. من هنا بتطلع مركبات فضاء، من هنا بتطلع أجهزة وآليات تكتشف أماكن بعيدة عنا ملايين الملايين الكيلومترات. ما يقولوا إن ده عصام بيعمل بحطة صبعه في كل خرم يلاقيه، كل ما يلاقي مشروع بتاعي يدخل فيه ويكلم عليه. قلت له ده كويس، لأن إحنا في زماناتنا كنا بنعمل كده. مفيش كلام عن أشياء أرضية بيتم هنا، كل الكلام هنا على عوالم أخرى. فأعتقد ده يعني في حد ذاته ما بيحصلش غير هنا في الجي بي ال. هنا المكان ان نفس النقاشات اللي احنا بنتكلمها جوه، بره هنا هو على بعد 100 متر الناس ممكن تتخيل الكلام ده كلام مجنون. اذا بات الدكتور عصام حجي شخصا يسابق الزمان والمكان في ارض السرعه الولايات المتحده. ومن هذا العالم كيف يرى عالم الفضاء العالم العربي؟ دول الوطن العربي بتبني أفخم الفنادق وأفخم أماكن اللهو، ولا يستثمر ما يجب عليه أن يستثمر في العلم والتعليم.